D'abord, nous avons la fonction rakm 1, rakm 2, nous avons la troisième fonction, nous avons la halat diyalha pour la question étudier les branches infinies. Toujours fait la série de James O'Brien. Donc, nous avons la f de x est égal 3x au carré plus 1, et là, x moins 1. شيء يعني انه الدال اف فيها واحد الشرط اكس ابارتيان ا ار تيل كو المقام فيه غير اكس ماشي اكس اس 2 كيخالف الصفر اكس ابارتيان ا ار تيل كو اكس كيخالف واحد يعني الدال اف كيساوي R moins 1 يعني على شكل مجالات الدال F كيساوي موال لانفيني تال واحد تحد واحد تال بلس لانفيني يعني هادو هما المجالات المجال ديال النهايات عند المحدات نبداو باللولاني تاع موال لانفيني ليميت X تقول موال لانفيني لإف لي إكس إتيغال ليميت إكس تقول موال لانفيني تخوا إكس أو كاري بلس أن على إكس موانز أن تساوي ليميت إكس تقول موال لانفيني تلاتة إكس أو كاري على إكس لأنه هذا الأكبر أس على أكبر أس إلا حسبنا كون عوضنا هنا موال لانفيني راه غنلقاو بلس لانفيني على موال لانفيني الى عوضنا هنا موال لانفيني غتعطينا بلس لانفيني مع انه الاس زوجي وهنا تعطينا موال لانفيني بلس لانفيني على لانفيني بشكل غير محدد نحيدو بهذه الطريقه تاع انه في النهايه عند لانفيني تاع حدوديه على حدوديه تتقبل اكبر اس على اكبر اس ممكن نختزل باكس الاس غتبقى ليا 3 اكس غادي تبقى ليا تتساوي ليميت اكس تقول موال لانفيني لثلاثة إكس نعوضها بموال لانفيني غادي تعطيني موال لانفيني نعوضها بموال لانفيني غادي تعطيني موال لانفيني لأن كنلاحظو هنايا لانفيني كيعطينا لانفيني في النهاية لانفيني كيعطينا لانفيني يعني بعد ما لانفيني عطانا لانفيني غادي نمشيو نحسبو الرابور هاد ديال إف لي إكس على إكس تساوي ليميت إكس تتقول الموال لانفيني لثلاثة إكس أس جوج زائد واحد على إكس ناقص واحد الكل على إكس كتساوي ليميت إكس تقول الموال لانفيني الأش لثلاثة إكس أس جوج زائد واحد على إكس ناقص واحد فوا إكس أنه المقلوب ديال هذا اللي ضربناه هنايا ما فيها باش نديرو هنايا تساوي ليميت إكس تقول موال لانفيني لثلاثة إكس أس جوج باش اللي ما بانت ليش هادي منين جات نبينوها دابا على إكس ناقص واحد فوا المقلوب ديال هادي المقلوب ديال هادي كانت على واحد غادي تولي واحد على إكس يعني هذا جل هنايا درنا الضرب درنا هاد البسط في البسط والمقام في المقام دابا غتولي ليميت إكس نشرو المقام موال لانفيني ثلاثة إكس أس جوج زائد واحد على إكس أس جوج ناقص واحد ناقص إكس ناقص اكس غيعطينا لانفيني على لانفيني بشكل غير محدد نحيدوه بالطريقه ديال اكبر اس على اكبر اس لانه مازال حنا في الحاله ديال حدوديه على حدوديه دونك 3 اكس على بويسونس 2 على اكس على بويسونس 2 نختزلو بهذه مع هذه تبقى لي 3 يعني عطاني واحد العدد ا دونك ملي حسبت شوف الخطوط تاع مسيو ابراهيم ملي حسبتي ليميت تاع اكس تقول موال لانفيني لي اف لي اكس على اكس لقيتها تتساوي واحد العدد ا خاص تعاود تاني تحسب ليميت اكس ديال اف لي اكس تقول موال لانفيني لاف لي اكس ناقص ا اكس اللي هو في هذه الحاله ا هو 3 ليميت اكس تقول موال لانفيني لاف لي اكس اللي هي 3 اكس اس جوج زائد واحد على اكس ناقص واحد ناقص 3 اكس ناقص 3 اكس
نوحد المقامات ليميت اكس تتقول مول انفيني لثلاثة اكس اس جوج زائد واحد ناقص ثلاثة اكس اس جوج هذه مضروبة في هذه ناقص ثلاثة اكس على اكس ناقص واحد هذه غتمشي معادي لانهم عددا متقابلان قال لي الليميت اكس تقول مول لانفيني الاش الواحد ناقص ثلاثة اكس على اكس ناقص واحد ودابا نعاود ثاني نديرو الاكبر اس على اكبر اس ليميت اكس تقول ناقص ثلاثة اكس على اكس تتساوي اختزل بهذه تساوي ناقص ثلاثة يعني اعطاني واحد العدد بي في هذه الحالة كنقول سيل اف ادمي اون اسامبتوت اوبليك سيل اف ادمي اون اسامبتوت اوبليك او فوازيناج فوازيناج دو مول لانفيني ليكواسيون ديالو هي ايغريك ات ايغال ax plus b ax عندي فيها 3x لانه a فيها 3 يعني ax فيها 3x و b فيها ناقص 3 يعني plus moins 3 هي moins 3